اليوم استضافينا رائد من رواد الصورة والصحافة العراقية اللي هو الرسام وكاتب الساخر علي المندلاوي. علي المندلاوي رسام كاركتير من مواليد عام 1900 مدينة ديالى. هذا الشخص من القومية الكردية، طبعا نقل الفن إلى أبعد النقاط في الكون عبر رحلاته وعبر الفنون اللي قام بها ومشاركاته العظيمة. من علي المندلاوي حبينا نمرر العديد من الرسائل اللي اليوم صارت متداولة بالشارع العراقي. طبعا الصحافة في العراق هي قديمة جدا. في عام 1820 انطلقت أول جريدة في العراق وسميت جورنال العراق، ومن ثم جريدة الزوراء الرائدة، يعني سبقت الوطن العربي كليته بهذا الحقل. السلطة العظيمة اللي كانت تلعبها الصحافة في تلك المرحلة لتقويم المجتمع وتقويم السياسة والأدوار المهمة الفاعلة في تلك الفترة اللي لعبتها إلى يومنا هذا، الصحافة دور شرس جدا وقامت، وكان رأس الحربة في هذه الصحافة هو فن الكاركتير اللي اختص به أستاذنا الفاضل علي المندلاوي. طبعا علي المندلاوي له مشاركات جدا واسعة في داخل العراق وخارجه، ومؤسس لكثير من المنظمات والتجمعات الفنية في العراق وخارجه. حصل على جوائز أول ومتقدمة في العديد من المهرجانات في هولندا عبر هجرته في التسعينات. قام معارض مهمة ومن هذه المعارض انطلق الصحافة في العراق. طبعا دورها الميداني والحقيقي دور كبير. كتب صلاح نصر في ستينيات القرن الماضي كتاب سمي بالحرب النفسية. الحرب النفسية وضع قواعد لأي معركة أو أي اشتباك وتدخل بها الحرب النفسية. طبعا الحرب النفسية مثل ما نعرف تدخل في مضامين عديدة. لما يكون الصراع بين الشعب وبين السلطة أيضا يكون عامل الحرب النفسية عامل مهم، والحرب النفسية اليوم هي أداة مهمة في الصراع ضد فيروس الكورونا. طبعا لما السلطة، أي سلطة صحية أو أي سلطة تملكها المؤسسات اللي تحاول تخفي أو تخلي نوع من الضبابية عن المرض، المرض راح يستفحل أكثر، وهذا نوع من أنواع الحرب. بالتالي المثقف اللي هو ينتمي من ضمن نفس البيئة اللي يعيش بها المجتمع والشعب، الفنان راح يتصدى لهذه، الفنان والمثقف والإعلامي والصحافي وكل الحقول اللي تنتمي لنفس بيئة الشعب أيضا راح تحارب حتى تكشف الحقيقة وتجلي هذا الضباب الموجود على الصورة الحقيقية. من خلال الفن الكاركتير احنا ندعو كل المنظمات، وقبل قليل كان اتصال من الست هيفاء الحسيني باسم منظمة الأمل طرحت حقائق ربما تكون غائبة عن الشعب. احنا ندعو كل المنظمات باسم منظمة الأمل وكل المنظمات المختصة في العالم انه تدخل وتتدخل مباشرة لتنقل الصورة الحقيقية، باعتبار اكو تعتيم وما نعرف احنا هذا المرض مدى انتشاره وشنو وجوده، ونريد توصل الصورة الحقيقية للناس بالفن وبالثقافة وبالإعلام إلى آخره. وشكرا. نعم ضرغام، طبعا الفنان علي المندلاوي طبعا هو كان في المهجر في هولندا، بعدها اجى بعد غزو عام 2003 رجع للعراق، أسس شركة اسمها شركة ميديا، قيم بعض الفعاليات والمهرجانات. طبعا علي المندلاوي يعتبر من المتخصصين في صحافة الطفل، مثل ما تعرفون أنه صحافة الطفل صحافة مركزة مخصصة مقابلة وموجهة إلى أشخاص أما دون سن 18 سنة، فممكن أنه مو أي شخص ممكن أنه يحاكي برسومة الكاريكاتيرية، ممكن دا يوصل لهم فكرة، يعجز أي رسام أو أي كاريكاتير ممكن أنه يوصل لهم يا ضرغام. بالتأكيد هو أسس إلى جيل كبير من خلال رسوم الأطفال، جيل عارف وكان دائما يضع إشارة المفتاح للنظر من خلالها. طبعا في كردستان أسس إلى كثير من المنظمات وطبع الكثير من المطبوعات هناك وخلى الإرشادات الصحية. طبعا أرجع عن نفس الموضوع الكاركتير وإسهاماته، ندعو الآن مؤسسات المجتمع المدني كل الجهات الفاعلة أنه تخلي الإرشادات الصحية توجه الناس، باعتبار أنه إحنا اليوم السلطات المختصة بهذا المجال هي مقلة ومقصرة. أكيد أنا ضم صوتي من صوتك أنه ندعو لكافة المؤسسات وخصوصا وزارة الثقافة بما يخص موضوع انه صحافة الطفل. مثل ما تعرفون صحافة الطفل جدا مهمة، يعني للأسف اليوم احنا نفتقر لصحافة الطفل، نفتقر لدرس الفنية اللي موجود بالمدارس، هذا الدرس اللي ممكن انه يعلمنا بهواي شغلات يا هبة. نعم طبعا اليوم
الفنان الكبير علي المندلاوي هو من أشهر الفنانين اللي أصبحوا اليوم يمزجون بين التزاوج اللوحة وحتى الكاركتير، بهذا أصبح من أشهر فنانين البوريتية. طبعا أعماله عرضت داخل العراق بمهرجانات وأيضا خارج العراق ووضعت في متاحف جدا معروفة. رسم الشخصيات حتى مشهورة وعامة بطريقة فنية جدا مثيرة، طبعا أكيد من خلال هذا الفن هو قدم رسائل جدا عديدة حاكى بها واقع المجتمع، تناول بها قضايا جدا مختلفة، وهذا الفن هو جدا راقي. مثل ما تفضلت أيضا يا عيسى أنه فن درس الفنية اللي موجود داخل المدارس اليوم أصبح جدا مهمل وما إلى القيمة، بالعكس هو من أهم الدروس اللي ممكن أنه تطور مهارات الطالب وأيضا فسحة للتعبير عن المهارات اللي تكمن بداخله ومن خلالها ممكن أنه إحنا نصقل هذه الموهبة. نعم طبعا هو هذا الموضوع جدا مهم، يعني موضوع درس الفنية اللي أنا طرحته للأسف نفتقره، يعني هذا الموضوع موجود تشوفه في المدارس الأهلية بس المدارس الحكومية اليوم يفتقر هذا الموضوع. يعني أنا أتمنى أنه من وزارة التربية أنه تعيد بدرس الفنية حتى اليوم أنتم يعني كمعلمين وكمدرسين كذلك أنه الاهتمام اليوم بالفن. طبعا اليوم تحدث وياك برغام يعني حول أنه رسم الكاريكاتير يمكن اليوم قلة موجود، وحتى الشخص اللي يستخدمون رسم الكاريكاتير هم موجودين بأعداد قليلة وأسماء معروفة فقط، يعني اليوم ليش ما هذا الرسم أنه نوزعه أنه يكون أعداد أكثر؟ طبعا هي لغة عالمية فن الكاريكاتير، وهو بالتالي هو فن تحريضي للمجتمع ويدخل بالسياسة والاقتصاد ويدخل بالصحة أيضا. طبعا فن الكاريكاتير او الاستاذ علي المندلاوي مختص بهذا، هو مؤسس لجيل جديد من الرسامين الكاريكاتير وهو اب الفنون فن الكاريكاتير وعاصر فنانين كبار مثل مؤيد نعمه، وقدم في مرحله ما كتاب سماه الوجوه، رسم باغلب الشخصيات العالميه بالطريقه الكاريكاتيريه، ومؤخرا اقام معرض تشكيلي في قاعه الواسطي استضافيناه طبعا وكان معرض كلش مهم، التقى بالجناب فخامة رئيس الدولة العراقي وقدم له لوحة من أعماله. نعم.